تمام. يبقى انا قلت البريديتور هانت اذر، هانت يعني بيصطاد، اذر ايه؟ اذر انيمال. تمام. طيب يبقى الحيوان اللي بيصطاد هانت، شايفين الفيرب بتاعنا، الفيرب العادي بتاعنا هانت بيصطاد. طيب تعالى بقى نشوف البري، نفس التعريف بس الفيرب هنا هيختلف، عشان تخلي بالكم معايا لما بتيجي في الرايت ساينتفك تيرم ممكن تلخبطك. هانتد اصطيد، هانتد هانتد باي، هانتد باي يعني حد اصطاده، هانتد باي يعني مش هو اللي اصطاد، ده واحد اصطاده، هانتد باي اذر انيمال، other animal. حيوانات تانية اصطادته. فهمنا كده يا جماعة؟ اكتبوها كده عشان تحفظوها. يبقى لما يقول هانت اصطاد يبقى ده البريديتور، لما يقول لي هانتد هم اصطادوه خلاص. تمام؟ هم اصطادوه، مبني للمجهول، هانتد باي. تمام؟ يبقى هانتد باي اذر انيمال يعني هو اللي هم اللي اكلوه، هم اللي اصطادوه، الحيوانات التانية هي اللي اصطادته، انما البريديتور هو اللي هانت، هو اللي اصطاد الحيوانات التانية. فهمنا كده يا جدعان؟ ايه؟ في حد قاعد مش فاهم يا جماعة؟ نشرح تاني. لا يا أنا مس، لا لا أي فوت احنا اهم تمام. حاجه نطلع فاهمين من الحصه، الفهم اهم حاجه، هو اللي بيسهل لنا المذاكره. مس أنا مش فاهمة الجزء ده. تمام، استنى اطلع لك فوق عشان تبين، عشان في وسط الكلمه. عندي نوعين من الحيوانات، نوع اسمه بريديتور، حيوان مفترس، اكتب لك الترجمه بتاعته، اللي هو الحيوان المفترس زي مين؟ زي الأسد كده. تمام؟ طيب والبري اللي هي الفريسة، اللي هي الإيه؟ اللي هي بتتاكل. تمام؟ طيب نعرفها بالانجلش، هنقول البريديتور ده هانت، بيصطاد اذر انيمال، بيطلع يصطاد الحيوانات التانية وياكلهم، زي الاسد، زي الايجل، زي السناك، بس عبد انا عارفه زي اجيب السؤال الفوكس. الاول. حاضر. تمام. طب البري، الارنب المسكين، هانتد باي، اصطادوه. مين اللي اصطاده؟ الاذر انيمال، الحيوانات التانية، اللي هو البريديتور، البريديتور اصطاده. تمام. يبقى لما الاقي كلمة هانت عادي في الفيرب بسيط جدا، هيبقى ده البريديتور، ده اللي بيصطاد، انما هانتد باي هم اصطادوه، الحيوانات التانية اصطادوه. تمام كده يا جماعة؟ تعالوا نختار حد من هنا من الاسامي، حد معلش. يلا يا احمد، وجه جديد، يلا يا احمد، احمد مش بترد، طب رافع ايدك ليه؟ مش بترد ليه؟ طب ريماس وياسين، محمود يا ميس. الاكونت اللي باسم احمد ده اسمك محمود؟ هو انا اسم ملك مصطفى لكن هو متسجل باسم اخويا. ماشي يلا. ميس انا اللي معلش كاتبه اسمي اسمي يا احمد. بالغلط احمد. اه انا كويس. ايوه اسمي ريم اصلا، انا اسمي ريم اصلا، بس دخلت بسرعه عشان عايزه ارفع ايدي. ماشي حاضر. مين؟ الصوت كده مش غريب عليا، الصوت ده في ثالثه اعدادي. مين؟ ايوه يا ميس، عبد الله. انا عبد الله. اه اللي في ثالثه اعدادي. خير؟ عندك حد في ثالثه ولا وميس ايه؟ بعد اذنك، بس اخر حاجه احنا خدناها ايه؟ في ثالثه اعدادي؟ ادخل على القناه هتلاقي الفيديوهات. كنا بنتكلم يعني في حضرتك الجنسيه. بعتها؟ بص تمام ماشي، ابعت لي على الخاص يا عبد الله وهبعت لك اللينك. تمام ماشي. وحضرتك اللي بياخد معاك ده حمزه اخويا. تمام ماشي خلاص ماشي. ماشي يا باشا. اهلا حمزه، حمزه مدحت ولا حمزه 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 بس؟ حمزة في حمزه، مدحت؟ لا حمزة مدحت. حمزه مدحت. ماشي عبد الله، ماشي يا ميس. شاطر زيك بقى ولا ايه؟
مسا حضرتك يعني انت قايمين معاك. لا انت شاطر، واكيد هو شاطر زيك. يلا يا ماشي. احمد، ابعت لي بس على الخاص ايوه او بص الفيديو اللي هينزل دلوقتي لحمزه، هتلاقي فيه اللينك بتاع القناه، هتلاقي فيه تاني اعدادي، تالته اعدادي. تمام. يلا يا احمد، او اللي انت اسمك ايه بقى اللي داخل بعد كده؟ ريم. ريم. يلا يا ريم، يلا يا ريم، اول سؤال رايت الرند. اوكي اني انيمال ذات اني هانت. animal that is hunted and eaten by another animal is called predator. ايه رايك؟ هانتد باي، يبقى بريديتور ولا بري؟ False. Predator. بري، يبقى رونج، هي بري. اكسلنت يا ريم. يبقى اول ما لقيت كلمه هانتد Yes. ايتن باي وكلمه باي، يبقى على طول لقيتها في الماضي وجنبها كلمه باي، يبقى على طول ده البري، ده اللي اتاكل. خلاص ميس يلا يا ريماس واحمد. نعم ميس ريماس لا يا ميس، امين. انا ما جاوبتش، لا انا ما حاضر جاوبتش، هنجاوب جاوبت كلنا والله، هختاركم كلكم ميس هتجاوب. حاضر. يمين مش نعم ريماس. انت ما جاوبتش نعم يعني، انا مش سامع انت حاجه، عليا كلكم مين اللي بتتكلموا بجاوب؟ بصوت واحد. انا ريم ما جاوبتش، وحد هو اللي جاوب. انا مين ريم ما ريم؟ جاوبتش، وحد هو اللي جاوب. خلاص يا ريم هخليك. طب جاوب السؤال اللي بعديه. مين اللي جاوب السؤال ده؟ مين انا اللي ريم جاوب؟ ما جاوبتش. طب يا ريت التزم بالدور يا جماعه، عشان هجاوب تمام الدور غير زميله مش هخليه يجاوب. يلا يا ريم، اهي ريم هتجاوب سؤالين بسبب ان حد جاوب في سؤال. على فكرة قلت مين لك ما تسرحش. مين؟ اسمع ريم بس، كله يقفل المايكات وريم بس اللي بتتكلم. يلا يا ريم. In any food chain, the plant is considered as a prey. البلانت بري، البلانت فريسه. Yeah. لا بلانت ايه، بري ولا بروديوسر؟ Producer. بروديوسر Wrong. المنتج، يبقى ده ايه رونج، وهتبقى بدل بري دي هنقول ايه بروديوسر كائن منتج. يلا يا ريماس وياسين. أنا ريماز. يلا يا ريماس. أوكي. ياسين مش حاضر معاكي ولا ايه؟ لا حاضر معايا، بس أنا مش شايفة قوي السؤال. حاضر هطلع لك اللي بتاع بره. The energy from the sun passes to the mouth directly. الانرجي اللي جاية من الصن passes، بتعدي للماوس على طول، تروح للماوس على طول. يعني فولس. ماوس فولس طبعا. اما الانرجي من الصن بتروح لمين الاول؟ بلان بتروح للبلان، وبعد للبلانت، كده الفلوس يخزنها، يخزنها على من هيئة البلان. أكل، وبعد كده الماوس يرجع ياخدها من البلانت على هيئة فود، ايوه in فولس. form of food، على شكل ايه فود. تمام كده احنا فهمنا. هو المفروض الوقت معانا لغاية قد ايه؟ لا خلاص لغاية احنا ساعة كام؟ بنقفل، انا مش هخش على الجزء التاني دلوقتي، احنا انا هنكتفي بالجزء ده. جاوب ميس. ممكن ياسين ما يجاوب؟ ايوه، وانا حاجه على الجوف ريزون بقى دلوقتي، اوكي بحب انا اسئله الجيف ريزون والهاء وتر. طب تعالوا نحل رايت ساينتفك تيرم. يلا يا ياسين، اول واحده في الرايت ساينتفك تيرم، احنا هنكتفي بالدرس ده جروب ونحل عليه اسئله من دي. of living organisms that can produce their own food producers. بريديوسر اللي هم بريديوس، بينتجوا الاكل بتاعهم زي وبيعملوا البلانت الاكل ميس، بتاعهم، بريديوسر. the نعم entire plant such as plant بيصنع أكله بنفسه. اكسلنت ريديوسر. يلا نختار بقى الناس اللي بتزعل دي، ارفعوا ايديكم، اللي عايز يجاوب ارفع ايده. شكرا لحضرتك. العفو. تسنيم وريتاش جاوبت. يلا يا حمزة مدحت. يلا يا حمزة. مش ممكن انا بعد حمزة جوري. ماشي يلا يا حمزة. أجروب، يلا اقرا معايا. أجروب اوف ليفينج اورجانيزمز. يا حمزة انت فين؟ مش بيتكلم. طب عمر علاء، لغاية اما حمزة ينضم الينا. عمر علاء، عمر نعم علاء، يا مس. يلا يا عمر. نعم. ايه رأي؟ يلا السؤال اللي بعديه. A group of living organisms that
كان live on the ديكيد thing اورجانيزمز. ديكي on يعني يحلل. ايه الكائنات اللي ديكي بتحلل؟ دي decomposing ها هيبقى اسمها ايه؟ دي decomposing كومبوزر. اكسلنت يا عمر، دي كومبوزر. يبقى كلمة ديكي يعني بيحلل، او دي كومبوزيشن برضو بمعنى ايه؟ يحلل. طيب نروح لحد تاني. جولي جولي، Yes. يلا يا جولي. It is a process through which decomposers can recycle nutrients back into the soil. ايه البروسيس بقى؟ احنا مش عايزين الليفنج اورجانيزم، مش عايزين الكائن. العمليه بقى Decomposition process. دي كومبوزيشن بروسيس. اكسلنت. عمليه التحليل اسمها ايه؟ كنا خدناها الحصه اللي فاتت. دي كومبوزيشن جايه من دي كومبوزر. دي كومبوزيشن بروسيس. ودايما كده واحنا بنقرا السؤال نركز، هو قال لي ليفنج اورجانيزمز يبقى دي كومبوزر، قال لي بروسيس عمليه يبقى اسمها ايه؟ decomposition process، عملية التحليل. يبقى عملية التحليل اسمها decomposition process. شطورة يا جولي. إيه إيه أنس، جاوبت معايا يا أنس؟ يا مستر حمزة يلا مستر يا حمزة. يلا يا حمزة طب ثواني ثواني، يلا يا حمزة. ماشي يا مستر It is model. أيوه يلا بينا بقى. ممكن انا بعد حاضر، بس it is نسمع a حمزة. model that shows one one linear linear set of feeding feeding relationships، مجموعة من العلاقات الغذائية، and the relationships energy flow between living organisms. ايه النموذج اللي بيوريني خط للعلاقات الغذائية وانتقال الطاقة؟ سميناه ايه؟ food ايه؟ اللي احنا بنتكلم فيه اسمه سلسلة الطعام، اسمها food ايه؟ food يا حمزة. فود تشين اسمها ايه يا حمزة؟ يلا قولها يا حمزة، كتبتها لك اهو. فود تشين يا حمزة. بس ممكن اجاوب رقم خمسة انا يلا انس مين معايا؟ طيب انس انا ممكن يلا يا تكون انس. رقم اربعة مش فاهمة حاضر حاضر. بس انا رقم اربعة animal that is مش جات. eating ثواني عشان في feeding ناس مش فاهمة for جماعة. another ثواني يا animal انس، ثواني يا انس. اللي مش فاهم رقم اربعة، مش ده تعريف الفوت تشين؟ انا مش فاهمة رقم اربعة تعريف الفوت تشين ايه؟ ان هو موديل، نموذج، انا عامله نموذج بشوف فيه شو بيعرض لي خط من العلاقات الغذائيه وسريان الطاقه. مش احنا لقينا البلانت اكل الماوس، الماوس اكل البلانت، ام السناك اكل الماوس، فدي اسمها فوت تشين. طب يعني ايه فوت تشين؟ يعني انا عملت موديل كده، عملت نموذج شو وراني الريليشن، العلاقات ما بينهم، ايه العلاقه ما بين الماوس وما بين البلانت؟ ان هما بياكلوا بعض، يبقى دي علاقه غذائيه. طب لما هو اكلوا ايه؟ الانرجي طلعت من البلانت راحت لمين؟ راحت للماوس. يبقى دي اسمها فوت تشين، النموذج اللي بيعرفني او بيوريني الانرجي فلو مشيت ازاي بين الكائنات الحيه، وايه العلاقات الفيتنج ريليشن شيب، العلاقات الغذائيه اللي بين الحيوانات، يعني السناك والايجل ايه العلاقه بينهم؟ في بينهم علاقه اصحاب مثلا؟ لا، علاقه اكل، كل واحد معتمد على الايجل عايز ياكل السنيك بس، وبتنتهي العلاقه اول ما بياكل، يعني مصلحجيه. تمام. يبقى الكائنات دي بينهم علاقات ريليشن شيب، علاقات. ايه العلاقات اللي بينهم؟ مش علاقه صداقه طبعا، مش اخوات ولا قرايب، انما ايه؟ هم معتمدين على بعض، كل واحد بياكل ايه؟ انتهى كل واحد بياكل التاني. يلا لك انس، يلا يا انس. نمبر ده 5 انيمال. مش ده animal انيمال that is eaten by other animal تمام. انت بعد حمزة. حاضر حاضر، بس لانس وبعدين انت وراه. حاضر. الانيمال اللي ايتن باي، هي كلمه ايتن باي اتاكل، مين بقى؟ البريديتور ولا البراي؟ ايتن براي باي. براي. اكسلنت. براي براي، فريسه. طب فريسة يلا اللي قلت لك بعد بعد فريسة حمزه، مين اسمك ايه؟ جوري يلا يا جوري جوري، براي فيروز يلا يا جوري. the consumer that hunts and eats an
another animal. مين بقى اللي هانت؟ مين اللي هيصطاد؟ اسمه ايه اللي هيصطاد الحيوانات التانية؟ اسمه ايه؟ سميناه ايه؟ بري ولا بريديتور؟ Predator. بريديتور. اول ما Predator. الاقي كلمة هانت اصطاد يبقى على طول بري Predator. بريديتور. تعالوا بقى، انا بحب الجيف ريزون، لان الجيف Thank ريزون you, ده، Miss. العفو، الجيف ريزون ده بقى اللي فاهم فعلا بيحل الجيف ريزون ميس هو احنا بالكلمة. خلصنا؟ بس احنا بنحل اسئلة، بنطبق اسئلة عشان اضمن ان انتوا فهمتوا الحصة. تعالوا كده جيف ريزون وات هابند دي، لو احنا فهمنا الدرس هتبقى من اسهل الاسئلة اللي هتعدي علينا، يعني هتتمنوا ان الحصة، كلها تبقى ايه؟ تبقى جيف ريزون. نعم؟ ثواني يا جماعة، نيجي لأول سؤال ونفكر مع بعض كده في أول سؤال. ثواني، ماشي، يلا أول سؤال تعالى كده نقراه ونفكر فيه بالراحة مع بعض. consumer depend on producer to get their energy. ليه الكونسومر الحيوان المستهلك معتمد على البروديوسر؟ ليه معتمد على البروديوسر عشان يحصل على الانرجي الطاقة؟ عشان البروديوسر ماله بيعمل ايه؟ اللي عارف يرفع ايده، كله ينزل ايده، واللي عارف بس الإجابة يرفع ايده. سهلة جدا. ها يلا يا روكا، يلا يا روكا. روكا ما جاوبتش خالص. تعالي نفكر مع بعض كده يا روكا. بلانت عشان البلانت، ليه الكونسومر معتمد على البلانت؟ عشان البلانت بيعمل ايه؟ او البروديوسر عامة بيعمل ايه؟ بيديني انرجي. بيصنع غذائه، مش محتاج يدور على حد، يعني عنده اكل جاهز. تمام، يعني مثلا انا مثلا رحت مصنع شوكولاته. ليه رحت المصنع الشوكولاته؟ عشان مصنع الشوكولاته صنع لي الشوكولاته فرحت اكل. تمام، فنفس الكلام البروديوسر بيصنع، فود، والفود دي جواها انرجي، فاكيد ده مصنع بالنسبه لهم، فهيروحوا يعتمدوا عليه. يبقى احنا كلنا بنعتمد على البلانت. ليه؟ علشان البروديوسر. شفتوا بقى سهله ازاي؟ كان ميك مين اون فود غير اون فود، بيعمل غذاء، وطبعا طالما عمل غذاء يبقى فيها انرجي. باي فوتو سينسيس بروسيس، عشان هو بيعمل اكله بنفسه، فهو كده مصنع بالنسبه لهم. انا هو انا عادي لو المصنع، خسرت قلت هو بيعمل اكل بنفسه. ميس هو عادي لو انا ميس قلت هو انا عادي لو فود اختصرت. كونسيومرز كان نوت ميس هو ميد عادي لو هير انا اون قلت فود. بروديوس. طب اسمع واحد واحد، بتقولي لو ميس حد هو عادي لو انا قلت ميس هو عادي the لو plant قلت بيكوز producer كونسيومرز كان can نوت make. ميد هير اون فود. تمام، وكملي بقى. طب ماشي، ما كونسومر ما بيعملش اكل، لكن البروديوسر بيعمل ايه؟ هو ميس ميد عادي هير لو انا اون قلت فود. ما انت لازم تفهميني، هو انت انا عادي فاهمه. لو قلت هو انا عندي لو قلت the plant produce can produce energy. بيرديوس سؤال انرجي. يونس طب عن طريق ايه؟ ما هو مش بينتج انرجي كده، بينتج فود، والفود دي جواها انرجي، يبقى هو كان ميك ذير اون فود. تمام، واكمل بقى مش السؤال. والكونسومر، هو عادي لو انا قلت because consumer cannot make their own food. ما هو احنا بنكمل، لازم تكمل، لازم تقول الكونسومر والبروديوسر. طب ماشي، البروديوسر بيعمل اكل، طب الكونسومر معتمد عليه ليه؟ عشان الكونسومر كان نوت، الاثنين بيكملوا بعض، لازم تقولهم كان نوت make their own food، مش بيصنع غذائه بنفسه، فعشان كده هو معتمد عليه. واحد بيعمل الاكل والتاني ما بيعملش، فهيروح ياكل من الايه؟ من اللي عنده الاكل. فهمنا كده؟ السؤال ده ما فهمتش ايه؟ السؤال بتاع نمبر 1 4 ثواني ثواني،
تاني يقول لك ليه كونسومر ديبند معتمد على البروديوسر. هنقول علشان الكونسومر كان نوت ميك ذير اون فود، ما بيصنعش غذائه بنفسه، والبروديوسر هو اللي ميك ذير اون فود، بيصنع غذائه. فاكيد الكونسومر طالما ما مش معاه اكل فهيروح للي عنده ايه؟ عنده اكل ياكل من عنده. طب تعال نفكر في الثانيه كده، سويل فيرتيليتي، خصوبة التربة. soil fertility يعني التربة بتبقى خصبة. depend on decomposers، معتمدة على الديكومبوزرز. عشان الديكومبوزرز بيعمل ايه؟ يعني مثلا بقول التربة دي السويل دي النبات بيطلع قوي كده وجميل وبينمو بسرعة، فبنقول التربة دي fertility يعني خصبة. وتربة تانية عيانة وتعبانة، بيفرق في ايه؟ بيفرق ان التربة دي فيها نيوترينتس عناصر غذائية والتربة دي ما فيهاش. طيب الديكومبوزرز بقى ايه اللي دخلهم في القصة دي؟ عشان هم بيعملوا ايه يا جماعة؟ بس بوجا جاوب انا جوري قول. ميتة because علشان decomposes ديكومبوز او ريتير return او nutrients ريسايكل better than nothing انرجي that is فروم required. ديد ايه بادي. اكسلنت. علشان الديكومبوزر، نكتب مع بعض كده الإجابة بالأسئلة. عشان الديكومبوزر ديكومبوز ديكومبوز هو نفس الكلمة ديد. اورجانيزمس بيحلل الكائنات الميتة and return باك انرجي او النيوترينت. تباك الانرجي الطاقة او النيوترينت تو ذا سويل. علشان الديكومبوزرز بيحللوا الكائنات الميتة ويرجعوا الانرجي تاني طب للسويل. لسه هو عادي لو قلت because decomposers return nutrients of dead organism back to برافو the soil. تمام اهو، طالما المعنى واحد خلاص، هو ده هو ده بقى الفهم. لو انا فاهم بكتب باسلوبي، طالما انا انت قلت جمله نفس الكلام اللي انا قلته، بس انا قلته باسلوب وانت قلته باسلوب. احنا قلنا ايه؟ قلنا ان الديكومبوزر بيرجعوا ريتيرن باك النيوترينتس تاني للسويل تمام من الديد بودز، وانا قلت ان الديكومبوزر ديكومبوز بيحللوا ديد اورجانيزمز وريتيرن باك الانرجي او النيوترينتس للسويل. نفس الايه؟ نفس الجمله، طالما احنا فاهمين بتتكتب باسلوب. طب تعالوا بقى وات هابن، هيحصل ايه؟ اهو نفس الاسئله اللي انتوا كنتوا بتسالوها اثناء الشرح. اول برايمري كونسومر، البرايمري اللي هم بياكلوا البلانت دي سابير فروم سيرتين فود تشين، اختفوا. يعني ما فيش لا ماوس ولا رابت ولا انسكت، كل دول اختفوا. السكندري كونسومر هيلاقي حاجه ياكلها؟ No. نو. فالسكندري كونسومر هيحصل له ايه؟ ديجريز، هيقل. طيب البلانت النبات هيزيد ولا يقل؟ الشاطر اللي يقول يزيد يزيد عشان محدش اكله. البرايمري يعني كونسومر ده ليه طبعا البرايمري كونسومر ده بياكل البلانت. طب ما فيش بلانت، يبقى البلانت انكريس. يبقى نكتب بقى كده بلانت بس هو ممكن اقول the secondary consumer will move away to another ecosystem to search for شاطر. food or they will die. اكسلنت. السكندري كونسومر ديجريس هيقل وهيتحرك يروح مكان تاني يدور على اكل، مش هيفضل قاعد بقى في الجوع. ممكن تعدوني تاني؟ اهو ما انا بكتبه اهو عشان اعيده لك. بلانت انكريس، النبات هيزيد. ليه؟ ليه ما حدش هياكله؟ البرايمري كونسومر دول بياكلوا بلانت، اختفوا دي سبيل. يبقى البلانت هيفضل كتير ومش هيلاقي حد ياكله، هينمو كتير. تمام؟ اللي بيصوت ده في المي. ان سكندري كونسومر اند سكندري كونسومر بيعملوا ايه؟ ديجريز هيقل. واكتب بقى اللي قالها لي، اسمك ايه انت قلتها اللي موف اواي؟ مين اللي قال لي موف اواي؟ Move away to another اسمك ايه؟ ecosystem. انت أنا اسمك ايه؟ ملك يوسف. مين؟
انا جولي، جولي جولي. ماشي يا جولي. ديجريز السكندري كونسومر اللي بياكلوا البرايمري هيقلوا. ليه؟ لان مش لاقيين اكل. طب هيفضلوا قاعدين جعانين؟ لا، موف اواي، هيفضلوا ياكلوا. موف اواي، وده هناخده بالتفصيل الكونسبت اللي جاي، كونسبت 3. موف اواي، لو حصل لخبطه في السلسله الغذائيه هم هيعملوا ايه؟ موف اواي تو انذر ايكو سيستم. هيتنقلوا لايه؟ لايكو سيستم تانيه علشان يلاقوا الاكل وياكلوا. تمام؟ يبقى البلانت اللي بياكلوا البرايمري هيزيد، السكندري هيقل. اللي ما كانش فاهم السؤال ده، السكندري هيقل. ليه مش لاقي اكل؟ هو بياكل البرايمري، سكندري كونسومر بياكل البرايمري، ما لقاش، بقى صحى من النوم ما لقاش. هيقل عدده، هيقل لان هيموت من الجوع. طب هيفضل كده قاعد لا ميت من الجوع؟ لا، الاقوياء شويه اللي هيقدروا يستحملوا موف اواي، هيتحركوا ويروحوا مكان تاني عشان يدوروا على اكل. انما الضعفاء بقى طبعا هيموتوا علشان مش لاقيين ايه اكل. طب تعالوا نشوف وات هابن. All types of، لو كل ديكومبوزرز ابسنت فروم ايكوسيستم، نفس الكلام، صحينا من الصبح ما لقيناش ولا ديكومبوزرز موجود، ايه اللي هيحصل؟ Dead organisms will not be decomposed and their الكلام nutrients will not return back to the soil. تمام. الديد اورجانيزمز، برافو، ديد اورجانيزمز cannot decompose. أو decay، مش هيتحللوا. And nutrient، العناصر الغذائية اللي جواها بقى، Will أو not return energy، back to the soil. cannot return back. مش هتعرف ايه ترجع تاني to the soil او to ecosystem. خلاص كده احنا خلصنا. في اي مشكله في درس النهارده يا جماعه؟ لا يا مس، شكرا عايزاكم شكرا بقى واحنا فاهمين كده، لو حد عايز شكرا. اي حاجه عيدها له. جزاك الله خير. طيب انا عايزاكم بقى واحنا، بصوا يا جماعه بقى ركزوا من فضلكم، عايزاكم بقى دلوقتي واحنا فاهمين الدرس كويس جدا هنعمل ايه؟ هنذاكره ونسمع الفيديوهات ونرجع ليه الفيديوهات القديمة ونذاكر الدرس كويس جدا واحنا فاهمينه ونحفظ كلماته كده، خلاص هيبقى ثبت في مخنا، هيبقى مجرد بعد كده ريفيجن سريع. ايه هتلم الايه الدرس. في اي مس مشكلة؟ ممكن اقول سؤال؟ اتفضل. لا جزاك الله خيرا يا ميس، شكرا. مس ممكن اقول سؤال؟ اتفضل. جزاك الله خيرا يا ميس، السؤال شكرا الاول. لكم. جزاك نعم، الله خيرا يا ميس، شكرا يا حبيبتي. السؤال الاول والثاني مش مهم. مس هي كلمة بيكت مش كده؟ نعم، جزاك الله خيرا. شكرا السؤال جزاك الاول والثاني انا مش فاهمهم. اللي هو في الوات هابن ولا في الجيف ريزون؟ اه في الوات هابن بيقول الوات لك هابن بص، البرايمري كونسومر لو اختفى ديسابير ايه اللي هيحصل؟ هو مين بياكل البرايمري كونسومر؟ بس احنا السكندري هيلاقي اكل. يا اسمك ايه؟ كده السكندري كونسومر هيلاقي اكل؟ لا لا. ديجريس هيقل. طب لما يقل هيعمل ايه؟ موف اواي، هيمشي يروح مكان تاني علشان اه يدور على اكل. تمام كده؟ طيب الديكومبوزرز بقى، دي سبير اختفى، الكائنات المحلله اختفت، الكائنات اللي ماتت دي هتتحلل ولا هتفضل زي ما هي؟ تفضل زي ما هي تفضل زي ما هي. طب الانرجي اللي جواها والنيوترينت اللي جواها هتطلع بره ولا هتفضل محبوسه جوه جسمها؟ تطلع هتطلع. بره. لا، مش هتعرف تطلع لبره، طالما ما اتحللتش هتفضل محبوسه جوه الجسم. يبقى لو الديكومبوزرز ابسنت اختفى، الديد اورجانيزمز نوت ديكومبوز مش هيتحللوا، والنيوترينت او الانرجي هيفضلوا ايه؟ مش هيرجعوا تاني للايكو سيستم، هيفضلوا محبوسين جوه جسمه. تمام كده فهمنا؟ ايوه كده. عشان دي اه وظيفه احنا كده الجيو دي. خلصنا. كده شكرا تمام. سلام، لحضرتك.
أشوفكم جزاك إن الله شاء الله. شكرا يا حبيبي، جزاك الله أشوفكم خيرا يا بنتي، إن شاء جزاك الله، الله أشوفكم خيرا في ميعادنا يوم الأحد الساعة 3 إن شاء الله. إن شاء يلا الله. يلا، مع السلامة، I مع love you very السلامة، much, teacher. شكرا. سلام يا بنتي. Goodbye. الفراولة.